يا عظيم الكرام أبي جميع الأمم أنت العون وأنت الحكوم من نداك ما بيخاب يالله يا إله البشر أقدر على من قدر فرج قربتي والضجور يا منزل بنود الكتاب مو أحمد قلبي غربتي نبتل همي وضيقتي خامس أعوامي في غيبتي عن أهلي وكل القراب عانيت الألم والتعب والغربة وذكرت الكرب دمعي من عيوني سكب في الهجران مثل السحاب قذبت العذاب المرير والغربة تعبها كثير خلت دمع عيني فجر من كثرة التعب والعذاب وكبر هم هم البعاد عن أهلي وبعد البلاد أولادي سراج الفؤاد ضايت ما كلي والشراب أشكر ربنا كل حين إني طعت طول السنين أمي والخوات والبنين بالطاعة كسبت الثواب طعت الوالدة باهتمام مدي واجبي كل عوم عملت الجمع باحترام سويت الوفاء والصواب قدمت كل ما استطيع لأهلي والأقارب جميع المعروف ما بيضيع عند الله يوم الحساب واشواقي قد يشعل وسط القلب للعائلة والخمس الحواس شايلة بالأشواق من كل باب يوم أحمد ونور النظر ومجال نور البصر في مقدارها معتبر غاية موجتي والماب فيها المعرفة والوفاء ما قد شفت فيها جفا بلسم ضيقتي والشفاء طب الجرح والالتهاب وأحمد ابني المحترم رمز القبيلة والكرم أفخر بربيع القيام الوفي رفيع الجناب أحمد والبنات مهجتي هم نوري ونور سرتي فرحكم تزيد فرحتي وقت الهم والاكتئاب وانا قد نويت السفر من بعد الظنك والعكار قلبي ضاق ما عاد قدر للغربة وكثر الغياب وذكر خاتم المرسلين هنا مختار طال أمين صلينا عليه أجمعين في ختم الخبر والخطاب.